النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو يخرج الحديث من وجه النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يقول: والدم في وجه النبي كثير، وكان الدم يملأ وجهه، فيمجه النبي، يمج الدم الذي يخرج من فمه ويأتي الدم ثاني مرة، فيمجه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة، ولا يزال على هذه الحال. يقول الصحابة، يقول: لما رأينا أبو عبيدة سقطت أسنانه، والله لقد رأينا جمالا في وجهه لم نره من قبل حينما سقطت أسنانه، إكراما من الله له، لأنه هو الذي خلع الخوذة من وجه نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول: فخلعت، فإذا بوجه النبي كله دم، وفتحاتها في خديه من يمين ومن يسار. يقول: فجلس النبي يمسح وجهه والصحابة حوله، فرفع النبي أكفه. يقول أبو بكر: